جاي. يلا ليكني اجيت. انت ليش تأخرت لفتحت؟ في اخبار جديدة عن باريزاد؟ لا، دورت عليه بكل مكان، ما قدرت اعرف عنه اي معلومة ممكن تطمني، ولا لقيت له اي اثر حتى. كتير قلقان. رح يصير له شهر مختفي. حتى لو كانوا بعتينه بشي مهمة او شي سفرة، كان المفروض انه يخبرك مثلا. مزبوط، لو كان رايح بشي مهمة اكيد كان اعطاني خبر، ما رح يروح بدون ما يقلي. انا متأكد انه واقع بمصيبة، وعن جد كتير خايف عليه. ليش خايف؟ مديرك شو بيشتغل؟ انا حاسة في سر بالقصة، مالي مطمنة. انا حذرته لباريزات، قلت له لا تلعب بالنار. المشكلة انه هو جريء لدرجة انه ما بيخاف من اي شيء ابدا. ما بعرف، ما عنده مشكلة يفوت باي مغامرة. المشكلة انه نحنا ما منعرف حدا من عيلته ابدا، بس فينا نعمل شغلة. تحكي مع الشخص اللي بعته لعندك وجرب اسأله عنه، بركي كان بيعرف شيء. لا، شو بدي حاكيه وقله؟ بدي قله بعتلي اياه على مدينة غريبة وانا ضيعته؟ ما بدي اشغله باله. طيب قلي شو الحل برأيك؟ لازم لاقيه بأي طريقة. انت بس ادعي لي انه يكون لساته بخير. عم بدعي له، وان شاء الله رح تلاقي. خليك متفائل.